ألقد انكشف أمرنا؟ أبو بيث وبيناروث على قيد الحياة. أنا على ثقة أن الملك قد علم بكل شيء. لقد تركنا الرودامون لنواجه قوة غاشمة تملك العدد والعتاد والعدة، وربما قضي علينا قريبا. أفكر في الهرب من المعبد والخروج لبلد آخر آمن فيه على نفسي. ستصل أيديهم إليك، رجال في كل مكان. وما الحل إذن أيها الكاهن؟ لا أجد أي حل غير مداهنة الملك ونفاق من أجل الخروج من هذا المأزق. لا أعتقد أنه سيحدث ذلك أبدا.